نعود إلى أحمد ونذهب إلى أحمد دراوشة معنا من غلاف غزة. أحمد أهلا بك معنا، لو تصف لنا الوضع من عندك كيف هو؟ أحمد، أنا أقف في المنطقة المطلة على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة. الأقرب إلينا هي بيت حانون. اشتباكات تدور في هذه المنطقة، لكن يمكن القول بحذر شديد وضمن الرقابة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي إن المعارك التي تدور في شرق قطاع غزة اليوم أكثر دراوة من المناطق التي تدور شمالي قطاع غزة، ولو أن هذه المعارك مستمرة في الشمال. قصف مدفعي تقريبا متواصل على مدار الساعة، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية يشنها الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى على مناطق شمالي القطاع، تحديدا على منطقة جباليا. حتى الآن أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 13 جنديا إسرائيليا خلال مواجهات واشتباكات الليلة الماضية، معظمهم بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على مركبة إسرائيلية من نوع النمر، على ما يبدو أدى إلى مقتل 9 جنود كانوا على متنها، بالإضافة إلى مقتل آخرين في كمائن تعرض لها الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية. هذا ونحن نتحدث بطبيعة الحال عن أن المعارك لا تزال تدور في مناطق مفتوحة، في مناطق مكشوفة، الأفضلية فيها للجيش الإسرائيلي من ناحية السلاح ومن ناحية طرق التحرك، لأن هذه المناطق المكشوفة مكشوفة إلى درجة يستحيل فيها أن يتحرك مقاتلون فلسطينيون على سطح الأرض دون أن يرصدهم الجيش الإسرائيلي الذي ينشر طائراته ومسيراته في هذه المناطق، بالإضافة إلى أجهزة التجسس الموجودة لديه. ومع ذلك المعارك ضارية جدا، تحديدا في المحور الشرقي لقطاع غزة، بالإضافة إلى منطقتي بيت حانون وجباليا شمالي القطاع. أحمد، هل هناك من أي يعني بيانات؟